بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. واليوم إن شاء الله عندنا المقطع الثالث من The Evil Within تختيم البلاتينيوم. صراحة المقطع زفت مع كامل احترامي، يعني استغفر الله عدت مليون مرة وصارت لي قروش وأشياء الله يعين. بس المهم ترى عندنا هنا المراية دي، والمراية دي معروف خاص عرفناها. فيوم نوصل الحين بروح البيت كذا، بيت جنب المكان حقنا، مكان حق الحلوة دي جنب المراية، جنب الكوخ الصغير ذا. فبندخل هناك بنجمع اللوت كذا، نذبح كم واحد، نذبح بس واحد، وبننزل تحت عشان نقابل أخو الدكتور الأهبل ذاك. فيوم نقابله راح يصير مشهدين، هالمشهدين هذي لا تسكبون لها عشان يجيكم التروفي. في تروفي خاص فيه، يعني مخفي الظاهر، ومو بمخفي، ايش دخل مخفي، بس المهم انه في تروفي يبيك تشوف المشاهد كاملة، لا تسكب لها. اذا سكبت لها فتابع المشاهد كلها عشان يجيك التروفي. اذا ما جاك التروفي ارجع وسوي لود جيم الاخر حفظا تحفظته. ان شاء الله انه قريب، يعني ان شاء الله ان شاء الله. فاحفظ من الحين اذا ما عندك حفظ وندخل. يلا طبعا ما يمدي يتكلم عشان المراية. طيب يا اخوان الحمد لله خلصنا التروفي، بس الحين نجي هنا زي ما تشوفون في مفتاح. يا عم انت اسكت اسكت خلاص، انا سمعتها مليون مرة عشان كذا تشوفني متنرفز الحين. فنجي الحين ونقطع بطن هذا الاهبل، تضغط اكس هنا وخليكم مع المقطع. طيب يا اخوان اعذروني اذا خرجتم، بس لان صاحب المقطع خرجني فقلت راح اخرجكم اذا انتم لاعبين اللعبه، وانا برضو مو بلعب اللعبه، فعشان كذا قلت خليني اخرجكم مره واحده.
فيلا الحين نروح ما له بلا الدكتور عشان ندور شو اسمه مريض تتظاهر، اتوقع هي مريض اسمها ليزلي مدري وش، المهم نروح ندورها الحين. طيب يا اخوان تسمعون بتشوفون صوتي شوي مرتفع، قربت المايك زيادة عشان ما تسمعون صوت الموسيقى ذي او الموسيقى اللي حاطينها، فعشان بتكلم في موضوع مهم. الحين بنروح تحت بنقابل عدو زفت طين، تمام؟ يا رب انها مو واضحة، المهم ان شاء الله مو واضحة لكم، اذا واضحة عاد بقطع امها. فالحين بنروح نجمع بعض الاشياء، عاد الحين مستحيل موجودة خلاص راحت انتهت، والفصل الرابع ترى خلاص احنا الحين على نهايته. على نهاية الفصل الرابع بس بنجمع كم شيء هنا، أشياء لطيفة جميلة. بنقابل وحش غريب، بتشوفون الحين وش ذا الوحش. وحش صراحة عجيب، هذا الرصاص طبعا الناس اللي يلعبون بتختيم بالكلاسيك ولا بأي صعوبة، الصعوبة صعبة يعني، بس أنا صراحة جالس ألعب بس الصعوبة لأن أول مرة ألعب اللعبة، عشان كذا أكيد لازم ألعب بس الصعوبة. يمكن بعض الناس يشوفون متعة إنك تلعب بصعوبة، يعني صعوبة يعني شوي صعبة، لكن ما يهم. المهم هذا هو ليزلي، طلع ولد، حسبته بنت انا صراحة، من اسمه يعني اسم بنت. ما تشوفون الحين بنشوفه دخل. مات؟ اوكي حلو مات. يا عمي ابعد، خليني بروح اخذ ال يعني ام الليل، تحرك يا شيخ انت يا سبستيان. شوفون هذا هو مات، ترى هو نظامه يتخفى يعني ما يطلع لكم كذا، يجيك كذا فيه اخطبوط واشياء ما ادري وضع غريب مو ذا العدو. فخلاص الحين نطلع. طيب يا اخوان انا رحت للاسف قدام، والمفروض اني ارجع ورا لان فيه شو اسمه جرين جيل اللي هو الدماغ، لكن فاتني للاسف. طبعا الدماغ نجمع عشان بعدين في نيو جيم بلس نطور سبستيان او سيباستيان اللي هو. وبنقابل الحين الاساسنز، سد حلقك انت بس. تشوفون الاساسنز جاء وبنعرف اسمه اخيرا، بس بسميه اساسنز للحين انا والله زي الاساسنز. شوفون انتم، اوف والله مرعب ذا، الله ياخذ ابليس من الشطر الاول. واسمه ربك زي ما تشوفون، والقاعد احدى سيباستيان يبي يلحقه، وهذا يقول لك لا تلحقه بس يلحق. شوف كيف، وطبعا غير المكان مدري شلون، اظن هو يتحكم بالعقل والعياذ بالله. طبعا ما ادري هذا يمكن شيء شركي، استغفر الله ما ادري عاد يعني تمويه. خلنا ساكتين خلاص، خلنا ساكتين. الحين بيجي دمان طبعا، انا ايش جالس اعلمك ما ادري، هذا الشيء ترى مو مهم يعني. وبنوصل عند نهايه الشابتر الرابع خلاص، يعني البارت الاخير او القسم الاخير، وينتهي الشابتر. طبعا الشابتر الخامس شابتر طويل، بنطول فيه مره، عشان كذا راح نقسمه بين حلقتين، الحلقة الثالثة والرابعة. وزي ما تشوفون وصلنا الحين يا اخواني، قطع ام الصدمة. انا تذكرون المفتاح اللي نسيته في الحلقة الثانية؟ طلع للأسف مهم المفاتيح، يب مهمة جدا. فيلا الحين نسحب ذي، الله يعين. يا رب اني دي اخلص في نيو جيم بلس، انا كل ما ابدا لعبة يا شيخ تضيع علي، استغفر الله العلي العظيم. هذا هو المفتاح اللي تذكرون اكيد، نقول ان شاء الله انها اخيرة. فيلا الحين نقفل زي ما تشوفون، الله يعين. بس ان شاء الله يمديني اجيبها بالنيو جيم بلس ان شاء الله. بس طيب نكمل يا خامس، انتوا لا تروحون هناك، اذا رحتوا هناك راح يبدا القتال. الظاهر ان القتال ضد الاساسنز، ما ادري الصراحة، بس ان لا تروحون هناك. المهم نبي نجمع بس كم تجميع كذا. والله يا اخوان اقسم بالله الشغف يعني في اللعبة، رغم ان اللعبة ما عجبتني يعني،
بعد ما عرفت ان عليها هذاك مهم، يعني هذاك مهم، يعني فهمنا كلنا ما شاء الله، يعني انه قصدي ذا مهم. شي تسمع يا اخي، استغفر الله. المفاتيح اللي هذه هي المفاتيح تشوفونها، انا فاتني واحد بس، الله يقطع ابليس. ان شاء الله يديني بس اعوض، ان شاء الله ان شاء الله. ايش تعوض؟ مسألة رياضيات دي قصدي، اعوضها يعني في ذا بالتختيمة الجاية اللي هي نيو جيم بلس. اتوقع التختيمة الجاية بتكون يا سبيد رن او ان لا لا كوما. وين باقي مطولين؟ فنجي هنا عندنا فخ، بعد الفخ اللي كل شوي اطيح فيه، كل شوي مستحيل اجم، مستحيل اني اضبطه. اوكي والله بغيت ننفجر صدق الحين. تبغى طار وان؟ يلا بسم الله، الحمد لله الحمد لله ضبطته كويس اول مرة. اول مرة والله ضبطتك اكثر من مرة، بس يعني ادري صراحة اللعبة نرفزتني، يعني فوق ما اني يعني متكاسل اني العبها يعني استغفر الله. بس ما عليكم، يعني انا ترى العبها عشان اجيب البلات، مرة واحدة اصور لها مقطع اشرح لها، وان شاء الله شرحي كويس بعد، ما ادري انا احس ان شرحي زفت مع كامل احترامي طبعا. فنجي هنا الحين ناخذ الصاعقة زي ما تشوفون الصاعقة، ونبي نقفل بس يا شيخ نبي نقفل الفخ هنا بس، خلاص ننتهي من ننتهي من المنطقة ذي، بس بنقاتل الناس الحين غثيثين، لكن ما عليكم في استراتيجية يعني. بسم الله الحمد لله على آخر لحظة يعني. طيب الحين نروح من هنا، نروح الباب ذاك خاص من نفسه يعني، ونبي نحاول نذبح الأعداء. طبعا انا مقول فايت توقعت انه بوس فايت او شي زي كذا نفسه ابو منشار، لكن طلع فايت طبيعي سهل يعني، ضد بوسات عاديين، ضد بوسات مين قصدي، ضد اشخاص مو وحوش او ايش يسمونهم ذي، والله ما ادري ايش يسمونه، اتوقع زومبي. انتم تشوفون اساسنز الحين بيجي له عين محدد الاساسنز، طبعا بيبعث هذي من شو اسمه كرات الدم الحمراء، بيجون الشباب. وانا نفك سبرنت رد اكس، وتعال هنا بيتعب لعب كذا الهبل. ورص ايش رص قصدي، رص هنا او اطلق نار يا عمي، ايش اللي رص نار، وعد فوق هنا وانتظر الشباب يجونك. طبعا البقر ما راح يعدون من هنا، بيجونك من تحت من عند السلم هذا او المصعد، لا مصعد مين، سلم قصدي، لكنهم بيقعدون سنة عشان يفتحون. ايوه شوف شوف، حي 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 يا شباب حي، واحد 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 شباب، الحمد لله لك يا رب، والله ابغى ينكبني دب دب دب. لا يا ولد انت جبت ام العيد، هذا مو بدبه، روح روح يلا، ما راح اجمع عليكم، بس امسك الجهازين وخلاص امورك تمام، امورك تمام. الله ياخذ ابوه، استغفر الله انه يخرج يا شيخ، ايش ذا الوجه، اعوذ بالله، هل ما تكلي جاتي بعد تنخرج زياده. اسلم لما زود امه الدبه. يا دارك داركي، اوكي جبت تروب يا اخوان، بس ما يبين لكم لان انا ما عندي قطع تصوير، جالس اصور لكم السوي نفسه. اوكي يا شيخ اسكت بس، لا تقول نار فاهمه. خلاص كذا خلصنا زي ما تشوفون، اذا طبعا انت اذا ماشي معاه يعني راح تجيب التروفي، اذا مالك اصلا ما يحتاج تمشي معاه يا شيخ، خذ التروفي سهل اصلا، تذبح 40 30 بس ويجيك، يمكن المفروض تجي اصلا من البدايه، بس احنا نسحب على اللي عند المنشار، لكن مو مهم نجيبه يعني ما عليكم، وجبناه قصدي. طيب يا اخوان ننزل نجمع الاشياء ذي اللي هنا زي ما تشوفون، جثث ما شاء الله. وصراحة ما ادري ايش فايدة ام احراق النار هذه، لكن راح احرق النار يعني عشان تحلون ولا كيف، يعني الدب ذا بالذات احرق ابوه ما شاء الله. ناخذ بس الجرين جل، ما عندكم جرين يا اخوي، تستهبلون انتم، نبي ادمغة. ايوه في دماغ، شوفونه هذا هو الدماغ، يعني دماغين، حلو حلو والله ممتاز والله ممتاز. فالحين نروح عند الباب، للأسف بنقابل شيء، أشوف الناس يتكلمون عنه دائما في ذايفل، بسم الله الرحمن الرحيم، في ذايفل وذن طبعا بتشوفهم انتم
لكن هو صراحة شيء غثيث يا عمي. ايش فيك انت تنط؟ ارقى قصدي. بوس غثيث او مو بوس، هو يعني يمديك تتفاداه، وانا راح اتفاداه عن نفسي صراحة. فانت تكتيك صراحة الله يستر، الله يستر صراحة. انا ما كم مرة قلت صراحة، بس انه صدق والله الله يستر، لان البوس هذا واضح انه غثيث. ف الله يعيننا والله يستر. حاول انكم ما تثيرون انتباهها وتعصبونه، فخذوا هذا الرصاص وانطلقوا هناك، تشوفون هذاك الدماغ، نبي ناخذه ونمشي. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 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 يلا، امشي 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 امشي، هذا بطيء المشكلة. هذا بيت بيت، الله يستر الله يستر. الله تخرج اخوان يعني. يلا افكر افكر. اوه طب انتبهوا يا اخوان، هذا بطيء، فحاولكم يعني توفرون السرعة شوي، لان هذا اذا تعب يوتر بيوقف. قفل 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 هنا، وخذ الجرين جيل هذه يا اخوان، هنا واحدة جرين جيل، وبسرعة ترى وقتكم محدود، بتطب علينا ذي بعد شوي. بس بس والله ياخذك يا زفت الطين انت، استغفر الله. معلش مع كامل احترامي يا اخوان اللي يسمعون، بس اقسم بالله غثني. هنا طبعا في فخ، اسوي كذا اكس وبتجينا ذي الزفت. فك جري يا اخوك. جات جات جات. يالله يالله يا ولد، ايش اللي يجري؟ نسيت التو بسرعه. الحمد لله لك يا رب، افتكينا منها خلاص كذا خلصنا. طيب يا اخوان ما خلصنا منها، زي ما تشوفون العين باقي موجوده عين الحيه ذي، فرح تجينا، لكن خلاص بالنهايه يعني، خلاص احنا الحين حاليا بالنهايه الحمد لله. فك جري يا الامير، واجر اجر. طيب الحين بيجينا هذا ال اسمه، نسيت اسم هذه الاشواك، مدري ايش يسمونها، وانت عاد تجر ما عليك منهم. بسرعه بسرعه، لا يقفل علينا لا يقفل. شوفون استمن عندنا فل الحمد لله، خلصنا منها كذا خلاص. طبعا هذه اسمها لورا، هذا اللي تابع المقطع يتفلسف ما شاء الله، فاهم ام القصه، بس انا ما اهتم بالقصه صراحه، بشوف لها مقاطع بعدين. الحين خلاص ننزل طبيعي من هنا. طبعا خذوا الرصاص اذا انتم ما عندكم رصاص واجد، وخلاص احنا حاليا على نهايه الشابتر زي ما تشوفون. بس ننزل من هنا، في خرشه هنا خرشتني طبعا، صاحب المقطع ما تكلم عنها، بس انا انخرشت صراحة. طبيعي مو مخرش بو كذا وا يا الله، لا طبيعي يعني عادي. بس ما ودك تمشي اخوي، تشوفون بيجي هو الاساسنز حيو او رفك. الحين بيسوي كذا حركة، ايوه شوف هذه الحركة حقته، الشخص المنصدم وكذا يعني. بس الحين بتشوفون اغرب شيء شفته في حياتي. طيب سقوط حر عادي، فيزياء كلنا عارفين السقوط الحر، لكن كيف كل هذا وما تأثر الرجال؟ بتشوفون الحين كيف، يا ما شاء الله تبارك الله، قام متعافي ولا كأنه في شيء، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله لا يضرك الله لا يضرك، ما نبي نعطيك عين. وبكذا خلصنا الشابتر الرابع. شوفوا هذا هو الاخطبوط ترى اللي ما شفناه احنا، تشوفونه والله يخرج صح ولا لا؟ ما... طيب شكرا. نحفظ الحين نيو سلوت او نيو حفظ، خلاص بسميه حفظ جديد ما بيتفلسف. و بسوي شاهي وجهكم، تمام بسوي شاهي وجهكم، بس نحط نكست شابتر. طيب يا اخوان للاسف جالس اسمع صوت المرايه، فقلت خليني اضغط ستارت نصب الشاهي، ونحذركم يعني ان المرايه جات، فالتحذير هذا يعني ان راح تفقدون صوتي الجميل. همزه همزه، المهم ان راح تفقدون يعني الصوت، راح اقطع اسوي كات يعني الصوت، ما راح تسمعون اي شيء خلاص يعني، المفروض تعودنا كلنا خلاص، كلنا يعني عارفين المرايه الزفت دي. فيلا نترككم مع المقطع.
نعتذر عن الكلمة اللي قالها، هم كذا الأجانب أصلا الغرب متعودين على الأشياء ذي. فنجي طبعا هنا تشوفون عندنا جريدة هنا، كلام فاضي، اللي بيقرأ يقرأ، بس أنا صراحة ما أبغى أقرأ. ونجي هنا طبعا للأسف، والله للأسف أنا ضاعت علي مفاتيح، مفتاح واحد الظاهر بس، لكن الله يعين. والله إني يعني منقهر بيني وبينكم، يعني منقهر، لأن توقع عليه مو توقع أكيد، خلاص شيكت عليه طلع فيه تروبي صدق. فما أدري إيش الحل، والله ما أدري إيش الحل. ويبي نفتح ذي كلها ترى، يعني تشوفون قد إيش هي كثيرة، يعني بقول ودي أعيد بس ما لي خلق أعيد، لو بعد ما راح أخلص إلا بكرة. فخلنا نفتح ذا الحين، وين اللي تحت هذا تشوفون، اوكي جرين جيل او الدماغ، الله يديني صرت تسميها جرين جيل. ها ايام الدماغ ترى كلها حلقتين يعني، بس ما ادري ايش فينا. طيب ان شاء الله، طبعا ان شاء الله يمديني اخلصها بنيو جيم بلس. اتمنى اي شخص تابعني الحين وجايب بلاتين ذا ايفل وذن يعلمني بالله، يعني لا تكتمل يعني العلم اللي عندك، يعني ايش دخل ام العلم، بس المهم يعني لا تكتمل الشيء اللي عندك، علمني بالله عشان ما اكمل السلسله على الفاضي وبعدين اقعد العب تختيمه كامله عشان المفاتيح وما ادري سالفه. بس اني شفت موقع يتكلم انه يقول يعني عادي، يعني يمديك تدخل نيو جيم بلس وراح تكون باقي موجود الخزنات اللي انت فاكها، لكن السؤال هل المفاتيح راح تبقى موجوده ولا لا؟ هذا الموسم الثاني. شو امزح، خلاص نكمل الحين، نرجع نكمل الشابتر الخامس. طبعا صراحة والله ذي اللعبة مشكلة، والله مش أنا ما داني ترى ألعب الرعب ذي، يعني المهم يا إخوان نحفظ الحين، نحفظ عشان ما يحتاج نرجع بعدين، لكن بتكلم لكم عن الموضوع الحين. إحنا بندخل طيب نكمل الشابتر الخامس، لكن المراية الزفت عرفتوا، خلاص شكرا، راح أتكلم لكم عند المونتاج إن شاء الله إذا طبعا ما تكاسلت يعني قررت اني اتكلم في المونتاج زين، اذا ما تكلمت تعرف اني بحط لكم نصوص. طيب يا اخوان الحمد لله ما في شو اسمه اشهد الله، الحين انا جاتني نفضة الرعب ذيك تعرفونها، لان ذا المكان يخرش اقسم بالله، الله يستر الله يستر. انا ترى اذا خرجت بزيادة يعني تصير اشياء انا ما بيها، يعني ثواني ما بيسوي ذا، ايش اسوي انا؟ وات انا ايش سويت؟ ولا جبت ام العيد؟ لا لا يا ولد، تشينج بولتي بولتو اللي هو، خلاص ما في مشكلة. ولا ما بدي اصنعها او لا، انا موجود عندي ولا كيف يعني؟ لا يقول لك الماكس ستوك اتوقع انه يعني المخزون صح، ترى انجليزية حقتي سيئة جدا. اي والله صح، ستوك يعني مخزون، كويس. الله ياخذ ابليس، مش انا بديت انخرش من الحين ترى، والله بديت انخرش. شوفوا يا اخوان تشوفون الزفت، اقسم بالله خرشني انا، اعوذ بالله، الله يستر. بس ترى انا يعني ما شاء الله بعض الناس يلعبون لعب الرعب وكذا ويسولف والله ما شاء الله، اقسم الله يرزقني ما شاء الله يعني شجاعتكم ذي، يعني انا ما هي لعبه صح انها لعبه، لكن والله يا اخوان تخرج، خلينا نكون صريحين يعني. الله ياخذ ابوك، ايش اقسم بالله خرشني يا اخوان، سمعت صوت الكحه؟ والله يمكن اوقف، اعوذ بالله، بسم الله بسم الله، اقسم بالله يعني تعوذ من ابليس، ماني شايف ذي الاشياء كلها ترى، الحين بيجي ذا خرشنا وكذا، عارف بس انه مدري ليش في خوف كذا غريب، الله يبعد عن الخوف. بس ترى والله الخوف مو بزين يا اخوان، والله الخوف مو بزين، ترى الخوف ابتلاء، اذا جاك خوف اعرف انه ابتلاء هذا من الله. طيب يا اخوان سموا بالله والله يستر، غير الله يستر. بس نبي وين هذا، هي هذه خلاص جهزوها هذه زي ما تشوفون يا عمي، ايوه كذا ممتاز، واضح اني مخروش. ها لا تلوموني بالله، لا احد يلومني، انا ترى انسان ما احب الاشياء الرعب تشوفونه، بس يعني اصبر الحين هو بيجي ذا تشوفونه، ايوه يلا
الله ياخذ شيطانك، استغفر الله. اخيرا مات، ليش ما سوالي هذيك الطعنة؟ انا قلت اي، قلت الله ياخذ شيطان. زين قلت زين، مو بزينة. طيب الحين وين نروح؟ هنا انا جيت هنا اصلا، تستهبل. لا هنا تسمع صوت ضحكة، الله وكيلك، اقسم بالله تخرج. شوفوا اقسم والله تجيب لك قشعريرة يا اخوان، وبتعرق بعد كي تحس ظهرك يجي ملمس غريب. ملمس ايش قاعد اقول انا؟ قصدي تحس قشعريرة كذا ورعب، مع انك انت عارف الاحداث. بالله شوف وجهه مسكين، والله ما ادري وين هو ذاك، بس مسكين والله انه كلب واضح. كنت الوجيه ذي والله ظلمت انا الرجال مسكين. ايش الوجيه؟ ايش الناس تعرفه من وجيههم؟ حلوه ذي. خلاص كذا خلصنا، بس نبي ننزل تحت بدون تفريجات، الله يرحم امك. طيب ما في شيء هنا يعني ننزل كذا كويس. اوف اوف اوف، واضح ان عندهم برد ذول، ان حتى الدفاية ما نحتاج دفاية من قوة الحر. طيب اوكي خلاص ننزل الحين. طيب يا اخوان ادعوا لي بالله عشان ما اصايح عليكم الحين وانخرش. ما مالك، ما في شيء تخرج صدق يعني، بس انه زي ما تشوفون ذا الفار الاهبل نبي نذبحه. اوكي ما يحتاج نذبح اصلا، الحمد لله ما كان ودي اذبح يعني، مسكين هو، خلوه يعيش الرجال، يبي يعيش حياته هنا في الكآبة والعياذ بالله. وإيش العياذ بالله؟ والعياذ بالله قصدي، إيش قاعد أقول أنا؟ بس المهم إنه أبغى أصنع هذا. أنا ترى التحكم يعني فيني شوي يعني ذا صداع. أيوه سو واحدة، سو ثانية، كويس خلاص. مربع مثلث قصدي، ممتاز. طيب يا إخواني في واحد هنا، اديله يا ابني اديله. ايش فيك انت؟ ايش فيك ما تديله؟ اهبل ذا ولا ايش؟ خلاني انخرش مره ثانيه ذا ولا كيف يا اخي؟ ايش قاعد اقول يا اخوان؟ فلسفه زايده. ما فهم قصدي، او اني يمكن ما قلت سالفة، او يمكن بحذفها بعد، ما فهمتها زين. يا اخوان ايش فيك يا جاي؟ تبي تجلطني انت ولا كيف؟ طلقات الشتقن راحت يا زفت الطين. طيب يا اخوان الله يعيننا، بس والله اللعبة خرشة مو طبيعية. انت بتسمع صوت ايش الاصوات؟ اعوذ بالله. طبعا بنواجه شو اسمه متخفي بعد، بس مو بالحين. نبي ناخذ هنا الجرين جل، ونحتاج هذا تصدقون، نحتاج هذا. دام عندنا هنا واحد ناخذه، ناخذ الكي كارد حقت، ناخذ الكي كارد والجرين جل، وناخذ المسدس. مسدس مين يا مكستي؟ طلقت الله يخرش بلي، احسب تاخذها يا ولد. والله بغيت انخرش. رجع نقطة 3. نبي نسوي لنا زيادة يمدينا، يبي يمدينا. وليه وليه الواحدة بثنتين، الحين عرفت فائدة هذي. طلعت شوي فيها اسهم، فيلا مرة ثانية نقول لكم ان راح يجي واحد الحين هنا. والله العالم ان اخر واحد يعني، يمكن يا ولد الحمد لله. يا زفت الطين يا اخوان، وش اسوي معاه ذا؟ بيجيب لي الجلطة ذا، بيجيب لي الضغط والسكر. تسمعونه كريستيان؟ يا وي اسكت انت يا سيري، ما خرج حتى هذا يقول. لا ارى كريستيان في جهة الاتصال. اعوذ بالله يا شيخ من هاللعبة ومن هالسيري بعد. مغصوب العبها صح، واضح اني مغصوب. وهي يا اخوان جيت افصل لي الشاحن بعد، وش خلاص ما بقى لي 10 دقايق ونخلص الشابتر. مو الشابتر، خلاص المكان اللي اصلي يعني عشان نبيها. بس الحين يعني بنقابل الاساسنز، فيلا ناخذ هذه زي ما تشوفون دي واحده كذا، تاخذ دي واحده زي كذا عشان دي واحده ثانيه كذا عشان تاخذها.
طيب نكمل يا شباب، نشوف الأساس الحين تشوفونه. هلا والله مو سوالك الاختفاء. طيب في تروبي بنواجه خوينا جوزيف ذاك، تذكرونه؟ ترى انا ما اعرف بعد نفسكم، اذا انتم ما تعرفون انا ما اعرف بعد، بس راعي المقطع يقول كذا. وعليه تروبي بعد، لكن يمكن خليه بعدين لان واضح انه غثيث تروبي. فندخل الحين عند الباك رومز ذا، تشوفون ما ادري ايش ذا المكان، غريب، لعبة غريبة ومكان غريب، لكن ما تدري ايش تقول. الحين تجينا فتحة زي ما تشوفون، نعطيها اللوك النظرة، يفتح لنا باب ونفك أم الباب بقوة. ليش ما تفك بقوة؟ أوكي ما يهم. وتيجي تعطيه واحدة كذا بوكس، تاخذ الدماغ أو الجرين جل، وتسمع الأصوات أنتم. بس سلكوا أنا ترى منخرش، بس سوي نفسي إني كذا قوي وحركات، بس ما عليكم. وناخذ شو اسمه التجميع هذه، يعني يبي لي يكلم خوي، والله يبي لي يكلم خوي يجي ان شاء الله المقاطعة الجاية. نجي هنا طبعا نضغط هذه زي ما تشوفون، وليش ضغط كذا؟ عشان هذه تشوفون هنا موجود، هنا الدليل على ان هذه هي الصحيحة، وتسربت الدماء وفتح الباب. الحين نروح عند الثاني يسوي زي كذا بالضبط، تشوفون بعد جاء الدم هنا، اعوذ بالله. طيب يا اخوان، في الباب الجاي فيه طبعا صوت، يعني ما اقدر اطلعه، وراح اضطر اني اقص الصوت يعني. فراح اتكلم لكم في المونتاج او بعد التصوير يعني، او ان بكتب لكم نص يعني زي العادة معروف. وطبعا نفس النظام، تناظر كذا في فتحة صغيرة وتسوي اللغز وكذا وتجمع تجمعات، تمشي لبيتك بس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. بغيت أقول في مقطع جديد. المهم يعني أنا حاليا بعد تسجيل، أو يعني والله بعد تسجيل 3 أيام بس، يلا حاليا بس نبي نوريكم وش قصدي، نبي نعلمكم اللغز وكذا يعني، ومعروف أصلا، بس نبي نوريكم الحين. حاليا نخلص من ذا بس، ونروح عند الثاني زي ما تشوفون على السريع. هنا يعني تجميع أتذكر، والتجميع يا سيدي بالله اسكت، لا تتكلم، خليك ساكت. ندخل الحين، وتجميع اتوقع ان راديو، هو راديو تشغل على اليسار، شوفوا الحين، ايوه هذا هو، تشغلونه الحين وخلاص كذا. خليكم مع المقطع. الحين تجميع يا اخوان، طبعا خذوها اللي هي الراديو ذا، شغلوه وضبطوا اموركم يعني، جمع الاشياء. وهنا فيه لغز بس بيني بينكم نسيته، فدي برجع لكم بشوفه، برجع لكم زي ما تشوفون. هذا هو هذاك، نجي هنا، هو اليمين الظاهر صح؟ اليمين هذا هو. بسم الله الله يستر، بس الحمد لله كويس. طيب الحين بالله يا اخوان، انا ترى بنخرج معك، طيب بنسمع الصوت، اعوذ بالله يعني، الله يستر الله يستر. طيب يا اخوان نكمل، الله يستر. شفتوا المشهد قبل شوي؟ الله يخرش الله يخرش. الحين بنقابل خوينا جوزيف، نبي نسلم عليه وكي بيجي مشهد، بس انا اسكر المشهد طبعا عشان مدة المقطع، ما ودي انه يتعدى 40 دقيقة. انا بشوف كم على الحين وصل، الله يستر. فالحين نعطيه هيلث، ايش اللي هيلث قصدي، بالعافية بالعافية. ما تشوف شر. فالحين نبي نضبط وضعنا، لأن بتيجي معركة عظيمة، معركة جدا عظيمة. فأنت جهز نفسك، تشوفون فك الباب كذا بكل هداوة. والحين عاد بتصير يعني معركة صدق عظيمة، ما تقدر يا اخوان. طف ام النور، ان الحين المعركة اللي كل شوية اجيب اسمها خاص.
ايوه اوكي، والله ضبط معي. غريبة يا اخوان، ما راح يقومون ذول. يب، خلنا نجرب نحرقه، بيقومون ولا لا؟ لا والله ما يقومون. حركات وكره المقطع قال انه في طريقة اللي هي هذه ما غيرها، ان يمديك تتخلص من ذول بدون تذبح هذه البنت والمريض ذا وخلاص، يعني ما يحتاج انك تقاتل ذول كلهم. لكن كل شيء يقول ما يقعد يصايع، يقول ما تضبط معي ما ادري وش. ف حين ضبطت معي يعني، بس هو صح انه ذبحها لكن قفطته، ويوم قفطته قاموا الشباب اللي كلهم اللي هنا طبعا نايمين، وراح هنا وحرق ذا. طبعا انتوا اذا صار لكم كذا ما قدرتوا تذبحون نفسي، راح تعالوا هنا زي ما تشوفون هنا في غاز او زيت او اللي هو. فيوم يجون اطلق، وهم طبعا الذكاء الاصطناعي طبعا الله وكيلك زي الخرا، فبيجون كلهم ورا بعض اغبياء يعني. خلاص الحين نكمل. الحين صراحة بدأ يخف الرعب شوي، بس والله قبل شوي والله صدق رعب، لأنه خلاص حنا على النهاية تقريبا، وإن شاء الله أنا ما نسينا شيء. اديله واحدة، اديله. اوكي والله فل اللون عندي كويس. نبي نروح يسار هنا ونحرك ذا، اديله واحدة. وش في هنا؟ ما ادري، ما اتوقع في شيء صدقوني. لا لا، في شفت الدماغ، لمحت الدماغ. اي تعال الدماغ، تعال الدماغ، نحتاج بدل حنا. و برضه رمالنا دماغ، الله يسعده ما قصر والله، عشان كذا ذبحته فاكيد عنده دماغ هو. نفك كذا ذا وشوكي، رصاص ما احتاج رصاص اتوقع صح؟ اي فل فل كويس. اوكي هذا ال تقدر تقول اني قوس، لا مو قوس، سهم. يب سهم تقريبا، كنت حاسبه رمح زمان طلع زهام. وش الزهام ذا؟ سهم قصدي. يلا نكمل يا شباب، ننزل الحين مع اخوينا ذا وخلاص حنا في النهاية الحين. واضح اني فرحان، ان شاء الله المقطع الجاي بجيب واحد معي بس من اخوياي، وان شاء الله ما يزعجكم ذا الشيء. طبعا انا صراحة ابغى عشان اني اطور من سوالفي شوي، ترى انا حاليا لحالي ما افك سوالف، لكن مع الناس ان شاء الله، بالذات الناس اللي يمون عليهم طبعا، مو باي شخص كذا. هذا كيف اخترق سيبستيان؟ طبعا بيجي مشهد حاليا بس انا راح اسكب له، وبرضه راح ناخذ تجميعتين قبل ما نقفل المقطع، وبعدها نحفظ ونقفل خلاص. طبعا بس ما راح اخلص الجابتر اكيد يعني، لان الجابتر الخامس يقولون انه طويل مره. وبرضه التروب اللي راح نجيبه تقريبا احنا واصلين عنده ترى، بس ما راح ندخل، وما راح يعني ندخل عند الباب اللي يدخل على القتال. زي ما تشوفون الحين يجي مشهد، اتوقع يمدي يسكب له صح؟ لا والله ما يمدي يسكب له. اوكي لا يمدي يمدي، لازم نطلع اكيد. يلا مشينا، بس مشينا الحين ذا السلم نرقى وخلاص نقفل. لا مو نقفل المقطع، لا والله باقي شوي، باقي يمكن دقيقة كذا، ابو دقيقة ممكن اخذ دقيقتين حتى. كنا طول السلم ذا. اوكي زي ما تشوفون هذا هو المكان اللي راح يعني يسبب معركة عظيمة، لا مو زي ذيك، لا اقوى منها، اقوى منها بزيادة بعد، عشان كذا اخليها في المقطع الجاي ان شاء الله. والله اعلم متى نبدا المقطع الجاي، يعني انا كل شوية ماطل. لكن شوفوا صراحة، طيب يا اخوان ترى هناك في المراية الزفت، لكن بقولكم في سالفة كنت بقولها بس اني نسيتها. اي ان المقطع هذا طولت فيه، اسكت بالله، المقطع هذا اللي طولت فيه عشان اختبارات يعني ما اعرف. فحين جالس اصور يوم الجمعة اللي هو يعني قد اختبرنا اختبارين قبلها نهائي، وعندنا الحين باقيين ثلاثة. فالله اعلم متى ينزل لكم ذا المقطع، الله اعلم يعني يمكن في الاجازة، اتوقع في الاجازة يب، مستحيل ينزل لكم حاليا وقت الاختبارات، لان علي يوم الاحد رياضيات، والله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله. بس اكيد انكم قد خلصتوا اختبارات وقتها. فالحين مقطع الصوت طبعا، عشان بنروح عند المراية وبنجمع تجميع بعد، هذه تجميع طبعا اللي هنا لا تنسونها مهمة جدا، ونبي ناخذ نحفظ لا نجمع تجميع قبلها بعدين نحفظ خلاص. فيلا نبدأ الحين.
زي ما تشوفون خلاص كذا خلصنا، بس نبي نحفظ هنا ونجي نحفظ يديله واحد هنا. دقيقة بشوف الحفظ متى ذا. 8:30. تمام 8:30 حاليا، الساعة 9:20 يعني صار لي نص ساعة. وهذا يوم خلصت. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا اخوان، صدق طلعت اطول بزيادة كذا. يا ساتر ايش فين كذا. طيب خلاص نحفظ الحين يا اخوان، نحفظ هنا يديله واحد. الحمد لله خلصنا، الحمد لله لك يا رب. فخلاص بكذا وصلنا نهاية المقطع. في النهاية لا تنسوا اللايك والاشتراك وذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوفكم في مقاطع ثانية إن شاء الله، وفي أمان الله. اديله